كشفت مصادر إعلامية أن فرنسا رفضت طلب السلطات الجزائرية تسليمها الانفصالي ورئيس حركة الماك الإرهابية فرحات مهني الذي صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه. وقال مسؤول في الحكومة الفرنسية طلب عدم ذكر اسمه إن الطلب الجزائري رفض شكلا وتفصيلا. وأصدر قضاء الجزائري مساء الخميس مذكرة توقيف دولية بحق فرحات مهني زعيم حركة الماك الإرهابية، وذلك على خلفية الحرائق التي دمرت مساحات شاسعة من عدة ولايات وخاصة تيزي وزو في منتصف أوتي الجاري، وقضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل في بلدة الأربعاء نثيرات.